قبل العملية، لو احنا شفنا هنا اهو قبل العملية هنلاقي النور هنا في النص، النور هنا مش في النص اهو، وتحت هنا اهو برضه العين طالعة لفوق خالص. فأدي العين دي نور في النص، النور هنا ما هوش في النص خالص، فالحول اهو خارجي والعين طالعة لفوق. ده بعد العملية الحول اختفى خالص، الحتفة اللي كانت موجودة لبره دي راحت، والنور هنا بقى في النص، والنور هنا بقى في النص، والعين اللي طالعة لبره دهيا برضه الحمد لله اتعدلت. فيعني كان قبل العملية عينيه حتفة لبره، بعد العملية عينيه اتظبطت على جوه. وأنا كنت شفته لغاية المرحلة دي، ويمكن دي أول مرة واتقابلت طبعا شفته بعدها بعد العملية في العيادة عندي، وكان كويس خالص الحمد لله. لكن ما حصلش بينه وبين بعض حوار، فسعيد النهاردة إن احنا يكون معانا أدهم ونسمع منه إيه انطباعه وإيه اللي حاسه هو. يعني كان إيه اللي حاول كان مسبب له إيه؟ خلينا نسمع منك. لا، كان في اضرار مش ضرر واحد بس. كان أيوه يعني عندنا اصحابه في الشارع، كانوا يعني على الاقل خلاف بينه كاطفال بينهم وبين بعض، بقى يتنمروا عليه. وانا كان بيجي طبعا بيبقى زعلان، كان بعيط، وانا كنت بعيط معاه، يعني كنت ببقى حزينة جدا. لحد ما هو يعني من كلامه قدامي لازم اشوف دكتور، هو اللي قرر كده وقال لي لازم اقوم ان انا اعمل العمليه. هو اللي قرر يعمل عملية، هو اللي كان عايز يعدل عينيه عدم اه فعليا هو اللي قرر. ان شاء الله. طب وبالنسبة لدراسته، هل ده كان مؤثر على دراسته؟ اه لا، يعني كنت مثلا اجي اذاكر له ما فيش تركيز، يعني ما كانش فيه تركيز اصلا. ما كانش يعني بيركز. مثلا احس مش عينيه بس عينيه بمخه كده، بره اللي انا بقوله خالص وبره اللي انا بذاكره. دلوقتي لا، اتحسن خالص، حتى المس في الفصل لاحظت كده ادهم مستواه اتحسن. مستوى في المدرسة بقى أحسن. طب كان إيه اللي مضايقك أكتر؟ إن الولاد بيضايقوه ولا إن الموضوع الدراسة؟ يعني إيه اللي كان بيوجعك أكتر من كلامك أنت؟ إيه اللي كان بيضايقك أكتر؟ إيه اللي كان مضايقك أكتر؟ إن الولاد بيضايقوه في البيت أو في المدرسة في الشارع يعني في المدرسة، ولا إن تأخره عن التعليم، ولا الاتنين مع بعض؟ لا، الاثنين مع بعض. ما هو الاتنين مع بعض. التعليم ده شيء اساسي طبعا معاه، ولا ان اصحابه يضايقوه ده كانت حاجه انا بزعق. يعني هو ممكن كطفل عمره ما هيتاثر، كأنا كأم زمان كنت بتاثر من اللي اصحابك بيقولوا له في الشارع. هو طبعا كطفل مش بيبقى مستوعب حجم الكلام قوي، لكن حضرتك طبعا اه قلبك بس هو كان بيوجعك. بيستوعب لما كان مثلا عيمك تقول له مثلا اصحابه يتنمروا عليه ويقولوا له يحول، كان بيجي يعيط. انا فاكره وادم كان بيجي حرفيا يعيط، عشان يعني انا بقول مثلا، انا بقول لكل ام احمي طفلك من التنمر، ما تخليش حد يتنمر عليه، لا قريب ولا صاحب ولا اي حد. ده يعني دي رسالة مهمة جدا، ودايما انا احنا بنقولها دايما، ويمكن الهدف الاساسي في كل مقابلاتنا لا، يعني ان احنا نحافظ على لكل ام التعليم. وكل اب احمي طفلك من التنمر. انا سعيد بالرسالة دي. طب انا عايز اسالك سؤال دايما ببقى دايما بيجي على بالي انا شخصيا، يعني قبل ما يخش اوضة العمليات، يعني احنا كنا في المستشفى في الفا في الزقازيق، وكنا داخلين اوضة العمليات، كنت خايفة وقلقانة عليه وقتها؟ كان ايه احساسك وقتها؟ اه طبعا كنت خايفة، يعني جراحة، يعني كنت خايفة وكنت مبسوطة الاتنين مع بعض في نفس الوقت. يعني كنت خايفة وفي نفس الوقت مبسوطة، اللي انا حياة شخص هتتحول تماما. طب ايه يعني اللي كان مخوفك، البنج، التخدير، هما ولا كان عليك اكتر حاجه حد، طب كان اكتر حاجه مخوفاك ايه؟ طيب اكتر حاجه كانت مخوفاك ايه؟ اكتر حاجه كانت مخوفاني البنج، اللي انا ما لقيتش نتيجه بعد العمليه، بس بسم النتيجه الله ما بتاعتك شاء الله يعني النتيجه مبهره جميله. هايله. طب الحمد لله. يعني كنت خايفه ان هي جراحه وابني اعراضه يعني حاجه زي كده، وفي الاخر ما لقيش نتيجه، بس حرفيا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لحضرتك الدكتور اسامه. يا رب. طب انت لما طلع من اوضه العمليات، لما طلع من اوضه العمليات وشفتيك، لما طلع من اوضه العمليات وشفتيه كويس، هل حسيتي ان هو تعب؟ يعني هل كان تعبان بعد العمليات؟ هل كان لا بيعيط؟ والله ابدا خالص، هو مجرد عن احمرار في عينيه، ومع الوقت مع القطره والعلاج كان بيمرهم، حتى برضه العلاج كان بسيط يعني مش متعب. وخلال يعني خلال اسبوع في اتنين خلاص الحمار الموضوع مع انتهى. الوقت يروح خالص. طب العلاج هو نفسه كان صعب او مش سهل؟ بعد العمليه، قولوا النتيجه بعد العمليه دي النتيجة بعد كده العملية طبعا، ان يعني دي شاء اكتر حاجة الله. بتفرح، يعني اكتر حاجة بتفرح ان احنا طبعا نحس ان احنا تعبنا وتكلفنا طبعا اكيد، ودخلنا
بس في الاخر لقينا نتيجه كويسه يعني. طب هل الناس اللي ممكن حوالين انا منه ملاحظين الموضوع ده؟ يعني جدته وجد والده، يعني الناس اللي حوالين منه؟ يعني انا والله لحد يعني امبارح كنت عند اختي في زيارة عادي، بتقول اه لي ما شاء الله دكتور مين ده اللي حول عيون ادهم لكده. عيون ربنا ادهم والله حرفيا كانت صعبة خالص، حياتها كانت صعبة جدا. اه طبعا، لان حتة العين وبعدين. بره والفوق دي كانت بتخلي شكل العين وبعدين غريب. عاوز اقول لك حاجة، انت يعني انت انسان كده يعني، يعني مش بس دكتور، انا عن نفسي بحس ان انت يعني مش كمجرد جراحة واجر وخلاص، بحس ان انت قلبك كده على الطفل، طبعا طبعا، بحس ان انت عاوز تشوف له كده مستقبل احسن ربنا يخليك يا رب. ده كلام بيخلي الواحد بجد. يشتغل بنفسه والله العظيم. يعني يمكن الكلام المره اللي فاتت كلمت قلت يمكن من جمله الحاجات دي، احنا بندخل فلوس كتير وبنصرف فلوس كتير وكله والله بيروح، بس والله الفرحه العظيم حرفيا فرحه انا يعني بحس ان الطفل لما انت يكون كويس كل هدفك انك فعلا بشوفه تغير كويس، حياته. بس مجرد ما بشوفه كويس ويعني دي اسعد حاجه عندي في الدنيا يعني. وحتى دايما وانا فاكره اول مره جيت لك قلت لي كمان عشان شغله اه وعشان طبعا، جاي لما لسه يكبر لما يشتغل ولما يقدم حاجه زي وظيفه كده ما هتعطله طبعا، تخلوش ان حتى يقبل في وظيفه. لا ما يعرفش يقدم في وظيفه. وبرضه لما يجي تقدم لعروسه كويسه، طب ما برضه العروسه اه هتبقى طبعا عندها طبعا احتجاج ان هو عنده حول وحاجات زي كده يعني. يعني هو المعوقات بتبقى كتيره في حياته، اه طبعا وتحول في السن بس انا الصغير ده بحس ان بيفرق. انت مش مجرد كده عمليه لا واجر لا وخلاص، خالص والله، ربنا اللي انت يعلم. قلبك مع الشخص طبعا اللي قدامك. طبعا جدا جدا، انا سعيد لكن هو طبعا يعني الرساله اللي حضرتك قلتيها هي دي اهم رساله، يعني ان احنا نحمي اولادنا من التنمر، بان احنا لا لو في اي مشكله وخصوصا الحول بالذات، لان العين يمكن اكتر جزء احنا بنتكلم بعض بالعين، يعني العين طبعا بيعتبر لغه طبعا الحوار، فالعين يمكن طبعا اكتر من اي حاجه تانية في مجرد الاي كونتاكت زي ما بيسموها، التواصل بالنظر. فوجود الحول بيعطل كل حاجه عند حياه الشخص ده يعني، فتصليحها يعني مهم جدا جدا. انا في برضو حاجه كده عاوزه اضيفها، اتفضلي. يمكن مثلا كان قريب حد كده من صحابه يعني ضايقوا بعض، فحاول كده يقول له مثلا، قال له يحول زي زمان. اه لما جه قال لي لا انا متاثر ولا انا اتاثرت زي الاول، اه طبعا، لان ما عادش يعني ده هو موجود. مثلا خلاص يعني قول انا ابني زي زيك، مش بالظبط زي ما هو خلاص قال، لو دلوقتي عيونه وصلت يبقى كده زي عيونهم يعني. برضو ده حاجة اه جميلة هو يعني، مجرد، حتى لو حد حاول يضايقه ما عادش هو يقدر يعني. يعني هو مجرد طفل برضه التاني، فهم متضايقين من بعض. فحتى ادم ما اتاثرش والله، ادم افتكر في رمضان جه بعد الفطار فضل يعيط، ياه طبعا ولا انا برضه عشان في جراحه مش عاوزه اروح لاي دكتور، لحد لما طبعا شفت الدكتور اسامه. انا ياه شفتك على القاهره والناس دكتور اسامه، في حالة اخذت حتى التلفزيون رقم العياده من القاهره والناس، ياه سبحان من الله. القاهره والناس. فوالله اخذت الرقم وكانت احلى حاجه انا جبتها على القاهره اه والناس ده يعني. انتوا يعني احلى طفل واحلى بنت برضو بالنسبة لنا، ان احنا اتعاملنا مع حضرتك ومع ادهم يعني، ربنا بجد يسلم والله، انا هو حابه شخصيه اتاكد جميله ان جدا دي يعني. فاكرين حاجه جيت انت المشوار ده بس كله، حاجه جايه من وصلت بعيد بس يعني ساعه عشان سفر يعني عشان تسلم. تيجي النهارده يعني. انا متشكر ان انت جيت المشوار ده كله ساعه سفر وبالليل وفي الشتاء، فكتر خيرك يعني قوي قوي يعني. اه لا احنا عيوننا الدكتور اسامه يعني، ربنا والله يخليك، ما اقدرش اتاخر عنه. دي حاجه وفي كبيره. برضه يعني لو انا جه كان حد من طرفي ما قصرتش، انت معايا دكتور اسامه لا يعني، طبعا اكيد مش طبعا اي طبعا، دكتور بيعمل كده ادهم يعني. ده وكمان اللي بعزه خاصه يعني، بس حد يقول لي سؤال سر حضرتك ادهم، هو بس يقول لي ادهم خلاص بقى نعمل له يعني، نعمله ببلاش خالص، ادي له فلوس يعني. انت هو قول بس يعني روح للدكتور اسامه وقول له ادهم بس كده خلاص، بس مفيش ربنا دعوه بقى يبارك فيك دكتور هنأثر اسامه، معاهم خالص يعني. احنا متشكرين جدا يا ربنا ام يبارك ادهم، فيك وربنا يديك ربنا الصحه يعينك مع والعافيه. دكتور زي حضرتك يعني، مش اي ربنا حد يخليك يا رب. انا سعيد والله. دكتور اسامه يعني احلى حاجه بتعملها القاهره والناس، انا بجد يعني بس يعني يعني كده اه لا حضرتك طبعا اه دكتور ايمن طبعا اه لا حتى لو مش انا بس، والله طلع حد من بلدنا برضه جه لحضرتك هنا من برضه قال لي النتيجة كويسة الحمد نكلمك لله، حضرتك كده دكتور اسامه. ربنا يخليك يا رب. واحنا وانا مع الدكتور ايمن انا كنت بقول له نفس الكلام ده، كنت بقول له انت يعني بتجيب ناس دكاترة وبيجي يتكلموا عن شغلهم، بس احنا امتع يعني كل واحد من الناس اللي بيجي يتكلموا سواء كنت انا او غيري، بيبقى الكلام عن الشغل المتعة اللي فيه، الفايدة للمريض اكتر منها اي حاجة تانية.
لان احنا كل حاجه تانية بتروح يعني مفيش حاجه والله والله يا دكتور ربنا. اسامه انا لكن والله انا الدكتور نسى ونجح في ان هو يعمل زراعه او انابيب او توليد او دكتور مسالك عليك او انا بالنسبه لي في علاج الحول، قد ايه بنكون سعداء فعلا باللحظه اللي بنشوف فيها ان المريض بقى استفاد وبقى كويس، يعني زي اللحظه دي وانا فعلا بسمع بحسها بيك والله يا دكتور ربنا سامة، مش يخليك يا مجرد كده حالة خلاص خدي علاجك وامشي، لا لا طبعا ده انت طبعا ربنا يديها بتتابع وبتتصلوا طبعا ويعني بتقولوا للمريض احنا معاك لحد الاخر. مليون والله في المية. ده بجد اللي انا بقوله حاسه ان كل ده برضو ما يعني شاء انا الله يعني. هضيف على كلام حضرتك، يعني انا دايما بقول احنا مش ما احناش ملائكة، ما احناش ربنا، مش بننزل نعمل كل حاجة 100%، وفي بعض الاحيان الحمد لله في هنقول 90 95% من الحالات اللي لما موفقين 5% بيجنبنا التفقيد، زي اي حاجه في الدنيا، يعني زي ما بيقول مثلا وناس ماتوا او ما موفقش براحتهم، بس احنا الميزه في الحول ان احنا حتى لو ما موفقناش بنرجع تاني ناخد المريض ونخش بيه تاني وبنصلحه تاني من غير حتى ما بنحمله اي مصاريف زياده دي خالص، يعني حقيقة الموضوع ما هوش تجاره او يعني نخش، لا ما بسيبش المريض بتاعي الحمد لله. لسه كنت بتكلم مع الناس اللي معايا، يعني يوم ما اشتغلت بقالي 30 سنه ممكن احتاج اخش مع بعض المرضى اللي واقفين وفين لما بيحصل دلوقتي، بخش مره او اتنين على حسابنا، ما بندفعش المريض اي حاجه خالص، بس في الاخر احنا بنوصل ان هو يكون كويس 100% واحنا نكون مبسوطين وهو يكون مبسوطين، لان ده الهدف الاساسي. والله يا احنا دكتور عندي اي حاجه حقيقة تانيه بعد كده دي حاجات ثانويه، يعني دي حقيقة والله يا دكتور ربنا أسامة، يعني أنا والله يعني أنا لحد ما أكبر هفضل أدعي لك، ربنا يعني يخليك يا رب، ربنا يخليك. بتحول انا ده صورة لك لبني صغيره بقى آدم في أهو، البريد يعني سددها كتير أهو خدت صورة أهو، مفيش أي عسل قد. كونتراكت لا ولا لا أي لا ده حاجة خلاص هندور له على عروسه بقى حبيبي دلوقتي، بقى خلاص بجد خلاص بقى هندور له على عروسه. مش انت احسن دلوقتي يا ادهم؟ لازم مبسوط دلوقتي؟ الأرض ياخد الأرض مبسوط يا ادهم أخويا دلوقتي؟ ادهم صوتي مبسوط؟ أهو اه أقوله مبسوط جد كتير مني؟ مبسوط في الساعه اللي احنا جبناها لك النهارده؟ أهو الرهان فين الساعه؟ يا سيدي تعاد بقى، وعايزك بعد كده تعرف الوقت بقى، يعني تقول لماما الساعة كذا الساعة كذا دلوقتي، مش يعني خلاص بقى تبقى خبرة في الوقت، مش نبقى بس شايلين الساعة وخلاص، ما عادش حد فكرة يضايق حلوة هيك كمان حد دكتور يضايقك أسامة أهو. حالتك كده، ما نسألش فيه خالص لأن احنا ما عادش عندنا مشاكل الحمد لله، احنا بقينا زي كل لا الناس احسن منهم كمان وسيد لا الناس. ما شاء الله والله أنا عايزة أقول لك والدتي والله يا دكتور ده عيالك، ربنا قول ربنا يخليك يا رب. يخلي كده يعني اه طبعا الجد الرسالة والجدة بالذات ويعني متضايقين وحاملين هم ابنه جدا، فعلا أنت فاهم في مجالك بيزعلوا عليه يعني جدا، ربنا يخليك يا نفلوت. يعني والله انت والله احرجتينا، وزي ما قلت في اول الحلقه انا شخصيا يعني موجود النهارده عشان اتفرج مش عشان اقدم حد، يعني انا حبيت ان انا اسمعكم، ويعني زي ما تقولي ايه يعني زي ما قلت حاجه الفلوس بتروح تيجي ما بتديناش حماس، لكن لما بنلاقي حد مبسوط والانطباع ده هو ده اللي بيغذينا ان احنا نكمل شغل، ونبقى برضو لو يعني شغلنا كده ولا كده نرجع تاني برضو نبقى قلبنا مع المريض اكتر، لو كنا قصرنا شويه في اي وقت من الاوقات مع اي حد بنرجع تاني وبنبقى دايما قلبنا معاهم، لان هو ده رساله اي دكتور على فكره مش انا بس، اي دكتور فعلا هي زي ما بيقولوا مهنه القلوب البيضاء يعني. والله يا دكتور ماشي دكتور الدكاترة كلهم ربنا يبارك، بس في دكاترة أنا رحت يعني رحت قبل كده دكاترة، في دكاترة قالوا لي مش هتيجي النتيجة من أول عملية، ما اه شاء الله النتيجة كانت مبهرة الحمد لله والله، مش بارك حلوة فيك مبهرة من أول مرة واحدة بس عشان ادم كان سكره كده ولذيذ في العياده وقعد يهزر ويضحك كتير، قعد مده يضحك معانا في العياده وكان جريء يعني هو بيتكلم ما شاء الله عليه لابق، يعني واضح انه واخد حاجات كتير من حضرتك يعني ومن والده، ربنا يخليه الله لك يبارك لك ويفرحك بيه، ومتشكر على وجودكم معانا جدا يعني، وان شاء الله يعني نشوف ادم بقى لما يكبر ويشتغل ويتجوز ونحضر فرحه، ربنا يدينا طول العمر ان ان شاء شاء الله الله ان يا شاء رب يا الله دكتور ان شاء اسلام، الله ان شاء اتمنى ان الله. شاء الله ذكرى جميله مع حضرتك، طبعا قولوا شكرا طبعا دكتور اسلام على الساعه، طبعا قولوا شكرا على الساعه على ايه يا مع ادهم، انت السلامه تامرنا ادهم ان شاء الله في هدايا تانية كتير برضو كده، كل ما تيجي تزورني هجيب لك هديه، اتفقنا؟ يعني انت كل شويه قول لماما تعالى عشان ازور الدكتور اسامه وليك هديه عندي بقى، يعني انت تديني تليفون تقول يا دكتور انا جاي انا هضرب لك الهديه بتاعتك، ماشي؟ هو انا اتفقنا؟ دلوقتي مرتبك بس هو انا اللي عارف طبعا طبعا، ده كتر خيره انه طلع واتكلم، يعني هو يعني مش حاجه سهله انه يتكلم معانا كده، هو يعني ده انا هو في برضو العياده يعني كان ان شاء الله بيتكلم لوحده، يعني انا ما كلمتهوش، انا يا دوبك بنكشه كده لقيته عمال يتكلم، كان ما شاء الله عليه يعني. والله يا دكتور اسامه انا برضو كان عندي نفس المشكله، فادهم لما لقيت طفل كده صغير ابن انا قرر ان يعملها، اه فانا برضو عملتها مع حضرتك
هو يعني مش مدام خلود برضو كان عندها انحراف برضو بسيط انا كده عايزه اقول برضو، برضو وقعدت متردده شويه، فلما قلت عملنا ادهم وانبسطت فهي كمان اتحمست وعملت معانا. يمكن احنا مش عايزين نحرجها، لكن هي كانت قمر من قبل العمليه، بس بقت قمرين بعد العمليه بصراحه يعني. هو ما دام يعني ما دام ربنا خلق قلت الطفل طب طالما وربنا ادهم نسي ما صلح كده، واعتقد ان هي كمان مبسوطه من العمليه اللي عملناها. الحمد لله الحمد حتى لله. البيت والله نفس مبسوطين الدرجه. يعني لا يعني حضرتك احنا هنا عملنا مبسوطين. الام والابن يعني، فالاثنين غيرنا اللي في العيله. من امتى الكلام ده؟ يمكن شهرين ثلاثه، بقالنا قد ايه تقريبا؟ قريب يعني. بقالنا قد ايه عاملين خلود؟ من امتى العمليه عاملينها؟ نعم عاملين العمليه من قد كده. ايه؟ العمليه بقى لها قد ايه؟ 3 شهور تقريبا؟ انا العمليه انا يعني بقالها حوالي 3 اسابيع، اه الرابع، احنا ده بالنسبه الرابع لك انت يعني. 3 اسابيع، وبالنسبه لادهم انا بعد 3 اسبوع الخميس امبارح كنا شهر بالظبط شهر او بالظبط. امبارح بالنسبه شهر لادهم يمكن تاني. 2 شهرين او 3 تقريبا يعني. ادهم حوالي 3 شهور، 3 شهور ادهم. اه حضرتك من وانا في 3 شهر شهور وادهم ولا 3 شهور بالظبط بالظبط. آه يعني انا تمام. بشكرك على الصراحه دهيا، وعلى الـ يعني تحميسك لينا اكتر، ويعني احنا زي ما بنقول ايه، انت تدينا طاقه اكتر يعني. ربنا وكل يبارك هدف من فيك. الحوار بس برضو والله دي في مش الاخر مكاملة يعني، في ممكن واحد المريض يروح لدكتور ويحس ان الدكتور ده بيني وبينك روشتة وعلاج وشكرا، لكن انت ترسم بحس فعلا انك قلبك فعلا والله حرفيا على اه المريض والله ربنا اللي يعلم بالروح واحد يعني. وكل حاجة. فعلا ببقى حاسس ان هو ابني، دايما اقول للمريض احنا بس انه ابني او بنتي او اخويا او اختي يعني، او فعلا ابويا او دي حقيقة. او امي يعني. يعني المريض ايا كان سنه فهو قريب ليا، وبقول له والله لو انت مشدود او اهله مشدودين، واحد انا مشدود اتنين، لان انت مشدود بحكم ان نفسك تشوف ابنك كويس، وانا مشدود برضه لان حاسس ان هو ابني او حفيدي نفسي اشوفه كويس، زياده عليه المسؤوليه الجراحيه ان انا كجراح انا المسؤول بقى ان انا اخليه كويس كمان. فانا بتبقى مشكلتي مشكلتين، او شدتي او توتري بيبقوا شدين يعني، ان انا نفسي اشوفه فعلا كويس وان والله انا فعلا انا مطلوب مني بحس اعمل كده كويس. يعني، لو اي حد دخل عندك العياده يعني انا بحس كده عن نفسي يعني، عمري ما طلعوا يعني لا ما بنطلعش حد الحمد لله يعني. التعليمات كلها الناس اللي مكسوره بتحكوني ان خالص احنا اي يعني، حد كلها عملت مهما حاجه حتى لو الظروف الماديه مش مساعداه او الدنيا مش ماشيه، فده اخر حاجه بنفكر فيها. المهم عندنا ان هو والله طالما ده يعني. انا عندي بحس من الاخر يبقى كويس وخلاص، فدي ما بنأثرش والله فيها فعلا خالص. انا حتى ويعني لو بتوصل انت كله استاذ بيروح ما رني بيبقاش غير حاجه كويسه يعني. فعلا، حتى ده بتوصل استاذ رني كده والمريض خارج من عندك بتقول لا لا يعني ما تأثرش فيه يعني، ما ربنا تمشيهوش يخليك. زعلان او ممكن يقول ان انا مش معايا مش لا همشي، لا ما بنعملش كده خالص خالص يعني. بتاخد حقك وبرضه ما لو بتأثرش في مفيش حد. مع حد بالظبط كده، ده اللي فعلا اللي بنعمله يعني. متشكرين جدا يا ام ادهم، متشكرين يا ام خلود جدا على وجودك، ومبسوط جدا ان حضرتك العمليه بتاعتك نجحت الحمد لله، وادهم برضو نجح الحمد لله، ربنا ما خذلناش. الله